النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. نهار اليوم سادت أجواء خريفية باردة نسبيا في عموم مناطق المملكة خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس بارد في عموم المناطق مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية وفرصة لتشكل الضباب في منطقة البادية ومنطقة السهول خلال ساعات الليل المتأخر وأيضا خلال ساعات الصباح الباكر. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي استقرار على الطقس خلال اليومين القادمين وأيضا طقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار يصبح أو يتحول إلى بارد خلال ساعات الليل وأيضا رياح شرقية نشطة متوقعة أن تعود خلال يومي الاثنين والثلاثاء. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح انتشار الكميات من الغيوم العالية والمتوسطة في عموم مناطق المملكة. أيضا تخللتها بعض الغيوم المنخفضة خاصة خلال ساعات الصباح في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية، بينما المنطقة الجنوبية كانت الغيوم هناك أقل كثافة. نعود الآن بكم إلى الحالة الجوية التي تأثرنا بها خلال اليومين الماضيين، ونستعرض الآن وإياكم هذه الخريطة لكميات الأمطار المرصودة خلال الحالة الجوية التي أثرت على المملكة ليلة الجمعة على السبت، حيث هطلت زخات رعدية من الأمطار في العديد من المناطق. المنطقة الشمالية تلقت الكميات الأكبر حيث سجلت إربد حوالي 15 ملم عفوا، أما جرش 16، المفرق تقريبا 9 ملمات، السلط تقريبا ملمتر واحد، غرب عمان 5.5، أما شرق عمان 5 ملمتر، الزرقاء 3 ملمتر، أما الكرك ملمتر واحد، الطفيلة 2 ملمتر، أما مطار الملكة عليا ومعان والصفاوي لم تسجل أي كميات من الأمطار. أنتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الرياح خلال الثلاث أيام القادمة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء بإذن الله، حيث ومع امتداد منخفض البحر الأحمر وتمركزه هنا فوق شرق البحر الأبيض المتوسط وبالتزامن مع وجود مرتفع جوي فوق الأراضي العراقية، تندفع هذه الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية نحو المملكة قادمة من شبه الجزيرة العربية خلال يومي الاثنين والثلاثاء. هذه الرياح ستكون معتدلة السرعة، تترافق مع حبات نشطة خاصة خلال ساعات ظهيرة يوم الثلاثاء، تعمل على إثارة الأتربة والغبار وأيضا تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خلال يومي الاثنين والثلاثاء بحول الله. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة خلال الثلاث أيام القادمة، حيث يلاحظ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الثلاثاء مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر، لكن هذا الارتفاع سيكون متزامن مع هبوب لرياح شرقية التي ذكرناها قبل قليل. هذه الرياح ستعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بالرغم من ارتفاع على درجات الحرارة، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء بإذن الله تقترب كتلة هوائية باردة من المملكة ناتجة عن تمركز لمنخفض جوي فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، يتوقع أن يتحرك نحو منطقة بلاد الشام خلال نهاية الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع بحول الله. سنتطرق لتفاصيل هذه المنخفض الجوي أو هذه الحالة الجوية المتوقعة في النشرات القادمة. نعود الآن وإياكم للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس بارد 11 درجة مئوية فقط مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة الملموسة 10، الرطوبة مرتفعة حوالي 87%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة شمالية غربية الاتجاه. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 18 درجة مئوية متوقعة، أما الصغرى 12 درجة مئوية، يوم الثلاثاء تنخفض قليلا 17 درجة مئوية، أما الصغرى 11 درجة مئوية مع نشاط في سرعة الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة. يوم الأربعاء فرصة لزخات من الأمطار متوقعة مع اقتراب لكتلة هوائية باردة 17 درجة مئوية فقط، أما ليلا تصبح هذه زخات الأمطار رعدية مع 11 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.